الأكلة الحرشة الحلوة اللي تفتح النفس ما تكملش إلا برغيف عيش صابح. عشان تاكل رغيف عيش صابح في الجمالية ونفسك تتفتح لازم تيجي عند أم أحمد. أم أحمد مش هتديك بس عيش، هتديك معاه ابتسامة رضا وابتسامة سعادة وأمل، تديك طاقة إيجابية اليوم كله. أحلى عيش وملح من إيديك يا أم أحمد. حبيبتي ألف هنا وشفا. يا حبيبتي ربنا يهنيك. ألف هنا وشفا. أم أحمد كلميني عن نفسك، أنت مين؟ أنا احكي لي. أنا كنت جاية عيلة مع جوزي. لا الأول اسمحي لي. نعم. احكي لي عن قصة الحب ابتدت ازاي؟ ابتدت انا كنت عيله مش عارفه حاجه الصراحه، تتقال مش عارفه حاجه. انا خدني كده من الدار للنار. كان قريبك ولا كان قريبي؟ كان ابن عمتي. تمام. مامتي كانت عايزه تفرح بيا وكان شايفاها اللي انا معاها عايزه تفرح بيا وخلاص، فانا ماليش راي. تاخد ده خلاص يبقى انا هاخد ده. تمام. جينا قعدنا في البلد شويه كتار، بعد كده جبت عفاف ومحمد محفاف واحمد وجينا على هنا. تمام. جيتي بقى القاهره وانت عندك كام سنه؟ كان عندي 14. تمام. 14 سنه. جيت قعدنا في منشيه ناصر. خدنا بيت صغنن كده وقعدنا فيه. ايجار. خدنا بيت صغير كده وقعدنا فيه. فطبعا بقى يجيبوا البصل ويربطوا ويعملوا بقى يتساعدوا، كنا بنقعد نربطه انا وهو، بنفضل قاعدين لحد الفجر. نروح رصينا على العربيه ونروح واخدين نسرح في اي حته. انت وهو مع بعض؟ انا وهو بس مع بعض. حلو. نسرح في اي حته، بنكافح مع بعضينا. ونروح العصر نعمل لقمه ناكلها، نجيب شط بصل نربطهم وننام، نقوم نصلي الفجر ونتوكل على الله. حلو. بس جينا بقى في يوم يعني جابني هنا في الجماليه، بقت شويه شويه اجيب العربيه هنا اقربها شويه اقربها شويه لحد جيت هنا ووقفت. بقيت ان هو الناس يجي يقف معايا يزعقوا له، اما انا ابقى معاه ما يزعقولوش. تمام. قال لي بقى، فطلعت على الاوقاف قلت لهم بقول لكم ايه، كانوا بياخدوا مني عيش وياخدوا مني حاجات، قلت لهم بقول لكم ايه، انا معايا ست عيال وعايز اوظف الراجل ده. نعمل ايه يعني؟ قالوا لي ماشي هات لي ورقه. والله كده على طول بكلمك. اصيله صراحة. اصيله وربنا بيكفيك. والله. قالوا لي هات لي ورقه. قلت لهم حاضر. رحت واخده ورقه ورحت طالع على المديريه. في يوم وليله كان متوظف. ودوه فين؟ ودوه البساتين. قال لي يا امي يا بني مش هقعد في البساتين، هسيب البساتين وامشي. يا ابني حرام عليك. قال لي لا ماليش فيها مش هقعد. طب عايز تروح فين؟ قال لي اروح جنب البيت. قلت له حاضر. رحت واخداه عند البيت، رحت طالع على المدير تاني. قال لي عاوز تروح فين يا رمضان؟ قال له عايز مش عايز اقعد في البساتين. قال لي طب انت عايز؟ قلت له عايزاها جنب البيت. خدته عند البيت وخدت ورقه ووديته هناك، جاء المفتش عطاله الجواب وداه على هناك. كان بيشتغل ايه بقى؟ كان على الله هناك. هناك، وكنا بنسرح في الشوارع يعني كده. تمام. ورحنا بقى بيت في اي مكان نسرح. جيت بقى طلعت بقى في المكان ولا كده، نقلته عند البيت. بس قعد بقى، فطبعا كنا قاعدين بقى كنا بننزل في الحته دي، الناس اتعرفت عليا حبوني حبيتهم. كنت بتبيعوا خضار؟ بتجيبوا جمله وبتبيعوا اطباق؟ بجيب بصل بس. حلو. بجيب بصل بس. جيت بقى لما كده بقيت اجيب شويه ليمون جنب شويه البصل. لقيت البصل بعيد عليا في سوق العبور، بقى اتصل بناس يجيبوا لي شكاره الليمون. اقعد عليا على الفرن دي فتحت، رحت جايب الشات العشوائي وقعدت بيه.